الآن نجي إلى الغدد الدهنية. ما هي الغدد الدهنية؟ الغدد الدهنية هي غدد منتشرة في أدمة الجلد، يعني أيضا موجودة في أدمة الجلد. هذه لها وظيفة، وهي ترطيب الشعر وسطح الجسم، ترطيب الشعر وسطح الجسم، ويجدر الإشارة أنه هي تكون معدومة في باطن اليد. ماكو باطن اليد، يعني ماكو باطن اليد شعر. فإذا الغدد الدهنية غدد منتشرة في أدمة الجلد، لها وظيفة وهي ترطيب الشعر وسطح الجسم، أكيد تكون معدومة في باطن اليد. زين، راح نوضح لكم مقطع يوضح الغدة الدهنية، أيضا هي من الرسوم المطلوبة في المنهج. راح نشوف الغدة الدهنية، نشوف لكم إياها. شباب الأعزاء، انتبهتوا؟ هذه الغدة الدهنية، شوف هنا، انتبه عليها، هاي الغدة الدهنية. شوف هنا هذا الانبعاج مال حويصلة، مال حويصلة الشعرة. هذا الانبعاج يصير يمه الغدة الدهنية، طبعا ايضا يمها اوعية دموية وشعرية، لكن شوف هاي الغدة الدهنية موجودة هنا يم الشعرة هذه، يعني وظيفتها ترطيب الشعر، وبالتالي سطح الجسم هنا يترطب. هذا رسم، يعني مو الجلد كله ترسمه، فقط هذا الجزء اللي هو يتضمن الشعرة والانبعاج مالتها، يعني المغروس والانبعاج في الداخل، ويمها الغدة الدهنية والأوعية الدموية الشعرية، فقط هذه. يعني رسم هو ما جاء بالوزارة كثيرا يعني، لكن هو مطلوب من عندك. زين، فإذا هذا بالنسبة لتوضيح الغدة الدهنية، موقعها وظيفتها. الآن نجي إلى الغدة أو الغدد الأخيرة في سلسلة الغدد الجلدية، ألا وهي الغدد اللبنية. والغدد اللبنية كنا نتذكرها، خدناها في الفصول الماضية، تكلمنا عنها. هذه شباب غدد لبنية أو الأذية، هي غدد تميز الحيوانات اللبونة، من ضمنها الإنسان. بها مجموعة مكونة من عدد كبير من الأقنية، وتفتح للخارج بفتحة صغيرة تسمى الحلمة، تعمل على تغذية الرضيع، وهي موجودة في إناث الحيوانات. زين، ممكن تجينا أسئلة يقول ما مصدر تزود الغدد اللبنية من المواد الغذائية؟ يعني شنو المصدر مال الغدد اللبنية؟ مين يجيها تجهيز المواد الغذائية؟ الجواب هو من الدورة الدموية للأم. من الدورة الدموية للأم يتم تجهيز الغدد اللبنية بالمواد الغذائية المطلوبة لغرض إرضاع الطفل. زين، عندنا تعليل يقول يعتبر حليب الأم مثاليا للطفل الرضيع. ليش حليب الأم يعتبر يعني سائل مثالي للطفل الرضيع؟ الجواب لكونه يحتوي على جميع الشروط، من شنو؟ من نظافة وتكامل ودرجة حرارة مناسبة. يعني الطفل هنا يعتبر الحليب الأم له مثالي، لأنه به شروط نظافة، تكامل غذائي، كل العناصر المهمة فيه، ودرجة حرارة مناسبة. زين، عندنا تعليل أيضا من التعاليل المهمة، انتبه عليها عزيز الطالب، يقول أهمية الرضاعة الطبيعية للأم المرضعة. هسه قبل شوي أخذنا من جانب الطفل، شفنا جد مهم هذا الحليب، لكن بالناتج الثاني أو بالجانب الآخر من الأم، الرضاعة الطبيعية تعتبر مهمة ومهمة جدا. ليش؟
لكونها يعني هاي الرضاعة الطبيعية تقي الأم يعني تجنب الأم سرطان الثدي ماشي، والذي يلاحظ هذا سرطان الثدي عند الأمهات الغير مرضعات، وكذلك راح نلاحظ أنه الرضاعة الطبيعية تقوي العلاقة الروحية بين الطفل وأمه يعني من الجانب النفسي. شفتوا شباب، الرضاعة الطبيعية مهمة للأم المرضعة لأن تقيها من سرطان الثدي، وأيضا راح نلاحظ أنه تقوي العلاقة الروحية بين الطفل وأمه من الجانب النفسي. عزيز الطالب، شرف الفصل على الانتهاء، لذلك قبل هذا راح نجي إلى صحة الجلد أو كيفية المحافظة على صحة الجلد. عندنا نقاط كثيرة شلون نحافظ على جلدنا: الاستحمام المنتظم، وقاية من مسببات الخدوش والجروح، عدم التعرض لأشعة الشمس الحارقة، مراجعة الطبيب عند ظهور بثور أو مرض جلدي أو أي مرض جلدي آخر، عدم مساس أو العبث في بثور المراهقة اللي هو حب الشباب، لأن هي هاي البثور هي طبيعية في سن المراهقة وتزول طبيعيا مع الوقت، لذلك غسل الوجه والماء والصابون كلش كافي. عدم عمل الوشوم أو التاتو احنا نعرفه على الجلد، لأنه المواد المستخدمة فيه هي ليست صحية، بالإضافة لأنه خالي من الذوق. وأخيرا عدم لبس الملابس الضيقة لأنها تعيق الحركة وتمنع التعرق المفيد للإنسان. هذه مجموعة من تعتبر من النصائح شباب حتى نحافظ بها على صحة الجلد. ممكن يجينا يتعلل ينصح بعدم لبس الملابس الضيقة، ليش؟ لأنها تعيق الحركة وتمنع التعرق المفيد للإنسان. أو عدم عمل الوشوم على الجلد لأنه مواد غير صحية يعني مكونات مالتها أو تكون خالية من الذوق. زين، أو عدم مساس ببثور المراهقة حب الشباب، ليش؟ لأن هي طبيعية تزول مع مرور الوقت. زين، نجي إلى آخر شيء حب الشباب. حب الشباب هي بثور وقتية تظهر على الوجه بصورة خاصة خصوصا خلال فترة المراهقة. ليش تظهر خلال فترة المراهقة؟ لأنه أكو إفرازات هرمونية في الجسم، فيجب عدم لمسها لكونها تزول تدريجيا، بالإضافة إلى غسل الوجه بالماء والصابون عدة مرات باليوم، وممارسة الرياضة وتنظيم أوقات النوم والتغذية الجيدة وتجنب الغبار. هذا تعريف حب الشباب، صح شوي مطول لكن هو بي هاي يشرح لك الوصف مال المرض وين يظهر، ليش هنا، شو نسوي لازم. اوكي زين، يجي لي علل، انتبه لي هذا جدا مهم. يقول حدوث حب الشباب للاشخاص في سن معينه، ليش؟ بسبب فتره المراهقه حيث تنشط افرازات هرمونيه في الجسم. اذا شباب، الى هنا ينتهي فصل السابع جهاز الاخراج، وايضا ينتهي مع ذلك مادة الأحياء والمراجعة المركزة اللي سويناها من الفصل الأول وانتهاء بهذا الفصل. طبعا أنا أشكركم على متابعتكم، وأتمنى لكم موفقية إن شاء الله في الامتحان الوزاري، وأتمنى منكم إن شاء الله تشاهدون الفيديو أكثر من مرة، يعني لو ما فهمتوا هسه يعني ممكن لاحقا بعد ذلك من يصير عندكم وقت تقروه وتتابعوه. وأي سؤال أنا حاضر إن شاء الله، موجود إن شاء الله في المنصات المختلفة لثانية الشروق الأهلية. أطلب منكم الأسئلة الوزارية تحلوها، لأنه كل فصل أنا وضعت لكم أسئلة وزارية تتبعون الموجود بالملخص اللي وضحت لكم إياه. المراجعة المركزة سوتها حتى تستعد للوزاري، وعندنا الفيديوهات للدروس المكثفة موجودة أيضا على المنصة. أتمنى لكم أيضا الموفقية مرة أخرى والنجاح الباهر إن شاء الله. كان معكم الأستاذ حسين خليل طوال هذه الفترة في المراجعة المركزة من ثانية الشروق الأهلية للبنين. دمتم بخير، مع السلامة.